زوجتي كانت طالعة الصبح تجيب دواء لابنه، لكن اوقفت الشرطة ماشي ووقفوها واحتجزوها. زوجتي كانت طالعة الصبح تجيب دواء لابنه، لكن اوقفت الشرطة ماشي ووقفوها واحتجزوها. قالوها على الكملي، قالت ما عندي كملي، فاحتجزوا اخذوا مباشرة لمركز الحجز. كانت زوجتي لحالها، ما كان محط، كان طفل موجود في البيت عند عمه. فاجت سيارة الشرطة اخذت الطفل من البيت، كمان مع انه الطفل مريض، كان والدنيا مطر وبرد، اخذوا من البيت. وقيت في تركيا من 3 سنين، دخلت من تركيا مصاب حتى اتعالج في تركيا، ما دخل لا سياحة ولا غيره. بعد ما دخلت انا دخلت زوجتي على تركيا تحت تعتني فيي. انا في وقت دخلت على تركيا كان وضع صحي سيء كتير. حامي ما سمحوا يدخل، لحتى قال يصير في مركز ترحيل، يعني تطلع من مركز الشرطة في مركز ترحيل حتى يسمح للمحامي يحكي معها. زوجتي في الحامل في الشهر الثامن هي بتولد يعني بالعملية القيصرية، ومع انه رغم كل شيء ولكن ما صنعوا اي شيء. بس على بعد 15 يوم، بدها 15 يوم حتى يطلع القرار يعني منها.